كل قلب موجوع وكل قلب فينا فيه زاوية موجوعة، زاوية مؤلمة، زاوية تبكي وتدمي، زاوية في قلبه ربما لا يستطيع أن يبحها حتى لنفسه، لكن الله يعلم زوايا القلب ويعلم أن فيك زاوية تدمي الجبال وتصهر الحديد وتذيب النحاس، لكن الله يحب أن ترفع يديك إلى السماء تقول: يا رب، يا من أنجى موسى في اليم والتابوت وحفظ يونس في بطن الحوت، أسألك يا مسبب الأسباب أن تمنحني القوة وأن تمنحني كذا وكذا. هنا الله عز وجل يجعل لك الأسباب بيدك هينة لينة. الحديد يا سادة خلق ووجد في الأرض ليكن صلبا، إلا أن الله لسليمان وألنا له الحديد. إذا الله أراد لك شيئا والعالم بقوته وجبروته أراد عكسه، أمر الله نافذ والله غالب على أمره. لهذا انظر للدنيا كلوحة فنية. من منا يا سادة نظر للوحة فنية وعاش داخلها؟ استمتعوا في حياتكم، انظروا لما وهب الله لكم ولا تنظروا لما حرمتم منه، انظروا لما تملكوا، انظروا لما بين أيديكم ولا تنظروا لما ينقصكم. هذا أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. أنت تملك ثوب، غيرك يتمنى أن يستر نفسه. أنت الآن تملك طعام العشاء، غيرك يتمنى لو ذاق طعام الغداء. أنت الآن ربما في جعبتك 100 درهم، غيرك يتمنى ولو 10 دراهم. ابنك العاق، غيرك يتمنى أن يشم رائحة الولد ويدعو الله: اللهم ارزقني ولد، وأنت تدعو الله أن يجعل ابنك هذا بارا. يا سادة لا تنظروا بعين الخفاش الذي لا يبصر ولا يخرج إلا ليلة، انظروا بعين الهدهد الذي جئتك من سبأ بنبأ يقين. انظروا بعين الهدهد التي ترى ما لا يراه الآخرون. انظروا بعين الهدهد الذي إما أن يبشر وإما أن يحذر، لكن لا تنظروا بعين المتشائمين. الزمن لا يعرف الوقوف، فشيء لا يقف عندي لماذا أكترث به؟ يا سادة إذا كان الزمن لا يتوقف فكونوا أنتم بآمالكم عند الله لا تتوقف. نافسوا الزمان بحبكم لله. مر علي اليوم، كان عسيرا، كان جميلا، كان سعيدا، لا يهمني طالما رب السماوات سبحانه وتعالى اجتباني وهداني لصراطه المستقيم. أسعدوا الناس، تسعدوا، ابتسموا في وجوه الناس، تغنموا. اليائس والعبوس لا مكان له في جوهر الحياة. العطر إذا خبئ وبقي على رفه لن نستفد منه حتى يرش على أجسادنا ويخرج من العبوة.